باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها. وأوضحت الهيئة أن القضايا تنوعت بين الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير والاختلاس وغسل الأموال، من أبرزها القبض على موظف يعمل في إحدى المحاكم ومحام لاستلامهم 1,500,000 ريال مقابل تصديق حكم براءة من قضية أو في قضية منظورة. كما تم إيقاف رجل أعمال لحصوله على تمويلات بنكية تجاوزت 100 مليون ريال من خلال تقديم عقود لمشاريع وهمية بمساعدة أحد موظفي البنك الممول. وأوضحت أنه تم إيقاف مسؤول في إمارة إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 12 مليون ريال مقابل ترسية مشاريع بطريقة غير نظامية. كما تم القبض على محام لحظة استلامه 180,000 ريال من أحد الكيانات التجارية لديه قضية تجارية منظورة بمبلغ 11 مليون ريال مقابل إصدار تقرير لصالحه. كما تم إيقاف ضابط في وزارة الدفاع لحصوله على مبلغ 920,000 ريال يمثل قيمة أرض تم تسجيلها باسم الضابط مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات لأحد المشاريع بقيمة 5,260,500 ريال. وإيقاف ضابط في الدفاع المدني لحصوله على 509,000 ريال من مقيم مقابل إصدار تعاميد مباشرة للكيان التجاري. كما تم إيقاف مقيم يعمل طبيبا في مستشفى حكومي لمحاولته تهريب كمية من الأدوية التي تصرف مجانا للمرضى. وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحة شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.